قعدنا الصبح تريقنا وسا رايحين المكان الثاني، بس بيني وبينكم تاخرنا شوية دقيقتين، بس ما يعتبروها هواي. احنا حاليا جايين مكان معروضة بكل سيارات تويوتا اسمها ميجا ويب. شركة تويوتا هنا راح تعرفنا على سياراتهم اللي موجودة بالاسواق حاليا واللي هي قيد التطوير ايضا. هسه ما خلصنا الاجتماعات راح نروح نجرب سيارات تويوتا الهجينة. علي ما حاكي فينا شوي. انا جربتها ببغداد، شيء خرافي، تشتغل بدون اي صوت. اكثر شيء حبيته انه هي اذا اني دائما اسمع اغاني بصوت عالي لا سمح الله راد يصير حادث، فهي حتعطيني تنبيه، واذا ما سمعت التنبيه فهي اوتوماتيكيا راح تخفف وتوقف يعني. طبعا اليوم جو رائع كلش بطوكيو. يا جو رائع يا جو رائع، متنا متنا. هاي ضريبة ما واحد يفضل انه شكله يطلع حلو على الراحة. بس حاليا راح نجرب اختبار الفرامل. هاي الموجودة ورايا قطعة كارتون تشبه سيارة، السيارة لما تجي بسرعة تتعرف عليها اوتوماتيكيا توقف. حاليا راكبين سيارة كورولا سبورت اللي هي سيارة هجينة، وراح نسوقها وراح نشوف شلون أداها. فهاي السيارة عادة تكون هادئة لأن الباتري يشتغل، فقط في حالة التسارع أو لما واحد يصعد على فت صعدة المحرك وقتها يشتغل فقط. بصراحة السيارة ما بيها أي صوت، فرامل كلش قوية لأنه فرامل كهربائية. واحد رأسا يتفاجئ بقوة البريك مالتها، أعتقد تقدر تتوقف من سرعة 100 إلى 0 خلال ثانيتين فقط. كل ما يشتغل المحرك جزء من طاقة المحرك تشحن البطارية، لما أنت توقف السيارة الطاقة مال البريك تشحن السيارة أيضا. راح نجرب سنسر تبع البريك الامامي. لو سياره قدامك وقفت بريك، السياره اللي انت فيها راح تعطيك سنسر من الكاميرا ان ترى في سياره واقفه قدامك، عشان لو انت مو منتبه راح تعرف يعني من الصوت اللي راح يطلع. اذا سويت حادث الباسورد مال قناتي موجود بصندوق صغير بالغرفه مالتي. اي شيء اذا تشوفوا هنا يمكن راح يكون بالعراق ورا سنتين ثلاثة اربعة، بس هو تاير راح يوصل العراق. هو هيك البس مناظر بالداخل. حاليا راح نجرب اجدد سيارات تويوتا واللي هي السيارة اللي تشتغل على الطاقة الهيدروجينية. مجرد تشحنها مشيك 500 كيلومتر، تخيل. يعني احنا كلش متحمسين انه نشوف هاي السياره على شوارع بغداد. المشكله انه سياره مثل هذه تحتاج بنيه تحتيه، لانه عاده هاي السياره تعتمد على الشحن، فكله راح تصير نقاط شحن. علي هم انضم. الو شلونكم؟ وحاليا صوت اللي نسمعه هم مو صوت السياره نفسها، بس صوت انزلاق الاطارات على الشارع. سياره ميراي اللي هسه كنت راكبها واللي شوفتكم سياقتها شلونها من الداخل، هذا هو جسمها. هذا تانك هيدروجين تشحن بالهيدروجين، واللي تكون دائما انبعاثاته مو انبعاثات غازيه سامه لكن هي انبعاثات اكسجين فقط. طبعا هذا الاصدار الجديد من سياره كراون، السياره المعروفه بكل العراق، تم اطلاقها مره جديده قبل 3 اشهر. هذا جسم السياره من الداخل. مثلا خلينا نقول اذا طالع مخيم وتحتاج كهرباء حتى تسوي اناره او تسوي اضاءه للمكان اللي انت بيه، فتقدر تستخدم السياره لهذا الغرض. هاي السياره اسمها FCV+. هذه السيارة اسمها FFV2 اللي بعد ما نزل الأسواق. هي تشبه دراجة لكن السيارة جد. صورين انت صور سيارات اللي راح تنباع اللي اشتريها انسان. ورايا سيارة اسمها سنتشري اللي هي افخم سيارة صنعتها الشركة تويوتا، وهنا اعتقد راح نختتم جولتنا معرض تويوتا للسيارات. راح نشوف محطتنا القادمة. هسه شركة تاكسي اليابان اللي هي شركة تنظم كل حركة سير سيارات الأجرة، هي تستخدم سيارات تويوتا. طريقة يقوم فيها اليابانيين في بداية العمل حتى يتأكدوا من التعليمات توصل لجميع قائدي المركبة، وأيضا تعليمات السلامة مثل قبل شوي عرض عن مثال أنه ينتبهون له
لا يتكرر، وايضا كيف انهم يقدمون خدمه الضيافه للعميل وحتى يشعر ب يعني تجربه فريده. يعني انت التاكسي من الالف للياء مستلمتها شركة. مثل ما تشوفون صارت الأجرة اللي هسه طلعنا عليها عمرها 5 سنين وماشي 400,000 كيلومتر، ورا 500,000 كيلومتر كل سنة لازم تتبدل. سيارة ممتازة لكن هم حسب معاييرهم هي خطأ، تعتبر خطأ. سندريلا قومي. ضيعت نومتي سندريلا، ضيعت حذاء. الشارع كلش مكتظ، الساعة 11 بالليل بيوم عادي، يوم دوام اصلا. الناس كلها موجودة على الشوارع وطالعة، واللي طالع من الشغل ويريد يطلع ويا اصدقائه. ولو اني احب الاكل البحري بس زعت من عنده، صار لي كم يوم، فقلت خليني نجرب اكلات سريعة. حاليا موجود برجر كينج، شو المعايير مالتهم، الطعم تختلف عن برجر كينج بقية الدول لو نفسها. $10 هاي الوجبة تضم قطع دجاج، صلصة شوي باربيكيو، بطاطا، واللفة، وهاي همينة اعتقد اصبع نوتيلا. تفرجوني بالمواقف. حلوة جدا.